السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايزكم تركزوا جامد جدا في الفيديو اللي أنا هنزله لكم ده. الفيديو ده خطير جدا يا جماعة ومهم جدا لكل حد بيستخدم الفيسبوك. ركزوا معايا، أنا نشرت الموضوع بالصور ولكن منشور بالإنجليزي. الناس طلبت مني أعمله لهم بالعربي. ركزوا معايا عشان تعملوا الموضوع ده دلوقتي. فيسبوك منزلة تحديث جديد، التحديث ده بيخول الفيسبوك إن هي تسجل كل نشاطك أنت بتعمله على التليفون خارج الفيسبوك، يوتيوب، واتساب، جوجل، اي مواقع او اي حاجة انت بتخش عليه هي بتسجل النشاط ده. فركز معايا وازاي تلغي الموضوع ده، لان هي كده موضوع تجسس بس بالذوق. تمام، تيجي تتكلم ولا مش عارف حد يرفع قضية ولا الكلام كله يقول انا عامل لك اللي انت تلغي النشاط. فازاي الغي الموضوع ده؟ ركز معايا. اول حاجة انت الفيسبوك اهوت، هتدخل هنا، هتنزل تحت، هتلاقي عندك هنا الإعدادات والخصوصية. تمام، هتضغط على الإعدادات والخصوصية، هتلاقي بعد كده الإعدادات. تمام، بعد ما تضغط على الإعدادات هتنزل تحت، هتلاقي النشاط خارج الفيسبوك. النشاط خارج الفيسبوك هتضغط عليه، شايفين؟ هتعمل إلغاء ربط السجل. تمام، أنا عشان لغيته قبل كده أول ما دخلت امبارح لقيته مسجل لي كل حاجة وكل نشاط أنا عملته على الفيسبوك. هنعمل إلغاء ربط السجل. تمام، تم إلغاء ربط السجل. كده خلاص أنت بقيت في الأمان. كل حد يشوف الفيديو ده ينشره ويساعد غيره إن هو يعمل الموضوع ده. الموضوع ده مهم وخطير جدا. ربنا يحفظكم يا رب.